آدم. طيب ما هي خطيئة آدم في الإسلام؟ طيب آدم إيه خطيته في الإسلام؟ ببساطة لو رحنا سورة طه 121، فأكلا آدم وحواء منها فبدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وعصى آدم ربه فغوى. طارده من الجنة ليه؟ وليه بقى حارمه من أنه يعيش في الجنة اللي هو قاعد فيها، وزريته وقع عليها نفس العقاب؟ نعم، مع أنه تاب، مع أنه تاب المفروض خلاص، ده لو في التوبة دي المزيفة اللي بيتكلم عنها. طيب فين؟ إذا ما كان أنت بتؤمن أنه الخطيئة ليها نتائج مدمرة، ما كان كل اللي عمله آدم أنه هو أكل من الشجرة؟ نعم.